مغامرات قطة في عالم سوداوي. اللعبة ترند واللي عاملة بوم في الفترة الأخيرة ستراي. كيف حالكم يا أصدقاء؟ في هذا الفيديو سنعمل مراجعة بسيطة عن اللعبة وشو اللي خلى اللعبة يكون عليها هذا الإقبال الكبير في فترة وجيزة، وما الشيء المميز اللي خلاها تحصل على هذه التقييمات العالية وتنال هذا الاهتمام الكبير منذ الإعلان عنها. وكذلك في الأخير سأعطي رأيي البسيط عن اللعبة، فتابعوا معنا. اللعبة من صنف المغامرات من منظور الشخص الثالث، تلعب بقطة وتدور أحداثها وسط الأزقة وشوارع في مدينة إلكترونية، مدينة يقطنها فقط الروبوتات، لا تسمع إلكترونية تقول أنها متطورة ومرتبة، بل للعكس تماما، مدينة بشعة غامضة سوداوية. والآن نأتي إلى فكرة اللعبة، فالفكرة هي السبب الرئيسي في كل هذا النجاح، وسأقول لكم لماذا. فكرة جديدة ومختلفة ومتميزة هي أنك تخلي لاعبين يخوضون تجربة لعب كاملة بقطة، نعم قطة، بكل تفاصيلها، شكل تصرفات، كل شيء. واختيار القطة في تجربة كان موفق، بحكم أن القطط من أكثر الحيوانات المحبوبة لدى البشر طبعا، خصوصا في فئة الجيمرز. يقولون الجيمرز الحقيقي لازم يربي قطة وسلك الترهات، فهذا خلى اللعبة تستهدف فئة كبيرة اللي حبت تخوض تجربة لعبة بقطة. وكذلك اختيار القطة كان موفق لأنه تماشى مع اللعبة ومع الفكرة بالأساس، المتمحورة في حل الألغاز والهروب من الروبوتات والتخفي والقفز من مكان لآخر. فاختيار القطة كان مناسب وهذا ظهر في الجيم بلاي، فالقفز والتخفي هذا من خصائص القطة، فلا يمكن مثلا أن تختار حمار أو باندا لكي يقفز لك في السلة وما إلى ذلك، فهنا يظهر لك الذكاء في الفكرة واحترام المنطق. فاختيار مكونات اللعبة كان عبقري. ثاني شيء البساطة والتنوع في اللعبة، التجول في الأزقة في مدينة والهرب والنط من مكان لآخر ومقابلة روبوتات مختلفة، شيء يظهر بسيط لكن تم توظيفه صح. صحيح أن اللعبة لم تعطي حرية تامة للاعبين في التحكم، وتحس أنها موجهة لك في أغلب الأحيان في اللعبة، لكن تم العمل على ذلك بطريقة ذكية، خلى اللعبة تكون سهلة وغير مملة في نفس الوقت. نأتي الآن إلى التصميم. تصميم اللعبة كان قوي، لا من حيث عناصر الموجودة في اللعبة، القطة اللي كان تصميمها مضبوط، كذلك الروبوتات اللي صنعوا منها أنواع الخير والشرير، صنعوا فيها مشاعر، كل شيء إبداع صراحة. ولا ننسى المؤثرات الصوتية اللي كانت مرتبة صح، تخليك تدخل في أجواء اللعبة. بالمجمل لعبة ستراي نجحت في تقديم فكرة واستعمالها على أحسن وجه. ولا ننسى يا أصدقاء أن اللعبة من تطوير استوديو صغير، هذه أول تجربة في لعبة كبيرة، فتقديم لعبة بهذا الشكل خالية من الجليتشات يبقى شيء ممتاز كأول تجربة. أما عن رأيي، أرى أن اللعبة جميلة صحيح، لكنها لا تستحق كل هذا النفخ وهذا التطبيل، لدرجة أنها نالت على تقييمات في منصة ستيم تجاوزت God of War كما تسمع يا رجل، شيء أراه مبالغا فيه. وأنتم كذلك قولوا لي رأيكم عن اللعبة ورأيكم كذلك عن هذا النوع من المقاطع. لا تنسى لايك، لنلتقي في فيديو قادم بحول الله. سلام الله عليكم.